أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا مساء الثلاثاء نقلا عن شهود عيان بأن طائرة حربية مجهولة سقطت في ريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي بلاد. وقالت سانا إن الطائرة الحربية سقطت في قرية المشوح التي تبعد مسافة 15 كيلومترا جنوب الشدادة في ريف الحسكة الجنوبي. يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت بتاريخ 24 يونيو حزيران من العام الجاري تطهير محافظة الحسكة بالكامل من فلول تنظيم داعش الإرهابي.